السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن داشبورد، داشبورد مقصود بيها اللوحة اللي بتتابع بيها تطور الحفظ بتاعك. طيب، كل اللي عليك إن أنت هتبدأ تختار. أنا عايز أعمل الخطة بتاعتي إن أنا أحفظ القرآن في خلال 6 سنين أو 5 سنين أو 4 سنين، أو حدد سنتين، حدد عدد الشهور اللي أنت عايزها زي ما أنت عايز. تمام، اخترت أي حاجة فيهم اللي أنت عايزه، هتقول له إنشاء الخطة. فهو هيبدأ يقول لك بقى انت المفروض تحفظ خلال مثلا 1740 يوم، هتخلص في سنة مثلا 2028 في 9 مايو، عدد أيام الحفظ، عدد أيام المراجعة، ورد الحفظ اليومي، تسجيل. وكل يوم هيقول لك انت المفروض تحفظ من فين لفين، من الآية كذا لآية كذا، ويقول لك مثلا في يوم كذا هيبقى في مراجعة أسبوعية. فده هينظم لك الحفظ بتاع القرآن إن شاء الله.